بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة تطوير الخدمات التعليمية ترحب بكم وتقدم لكم درسا من دروس النحو والصرف المستوى السادس المسار الأدبي للصف الثالث ثانوي الفصل الدراسي الثاني بعنوان تدريبات على المنادى، يعده ويقدمه محدثكم إبراهيم عبد الله الفهيد. سنتعلم إن شاء الله أن تذكر حروف المنادى واستعمالاتها، وأن تستخرج المنادى وتبين نوعه، وأن تفرق بين أقسام المنادى المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة المقصودة والغير المقصودة، وكذلك العلم المفرد، وأن تعرب المنادى إعرابا كاملا، وأن توظف أسلوب النداء في التعبير الكتابي والشفهي. التمهيد: ما حروف النداء؟ لعلكم تذكرون حروف النداء واستعمالاتها، فنقول هي الهمزة وأي نستخدمها لنداء القريب، وأيا وهيا نستخدمها لنداء البعيد، واليا نستخدمها للقريب والبعيد. يمكن أن نستخدم الهمزة وأي لنداء البعيد، وذلك لدلالة أن الشخص المنادى بعيد مكانة، وكذلك يمكن أن نستخدم أيا وهيا لنداء القريب مكانة إلى نفس المنادى. أقسام المنادى: تعرفنا في درس سابق على أقسام المنادى. يا سائق السيارة احذر، المنادى هنا سائق السيارة. ما نوعه؟ قلنا هو ماذا؟ نوعه مضاف، والمضاف هو نكرة أضيف لها معرفة ما يتمم معناها، وقلنا أن المضاف يكون دائما منصوب مجردا من التنوين، وما بعده يكون مضافا إليه. يا سائقا السيارة احذر، هنا المنادى هو شبيه بالمضاف، وقلنا أن المضاف شبيه بالمضاف وما أضفنا له ما يتمم معناه، ويكون دائما منصوبا بالفتحة تنوينا، وما بعده لا يكون مضافا إليه، وإنما قد يكون مفعولا به منصوبا أو مجرورا أو مرفوعا لأنه وصف مشتق. يا سائقا احذر، هنا المنادى نكرة غير مقصودة، ويا سائق احذر هنا نكرة مقصودة. ما الفرق بين النكرة غير مقصودة والنكرة المقصودة؟ من حيث المعنى فإن المنادي هنا في النكرة غير مقصودة لا يقصد شخصا محددا أو سائقا محددا، وإنما هي نصيحة عامة للجميع، فلا يقصد بها شخصا معينا أو سائقا محددا، فنقول يا سائقا نكرة غير مقصودة، ويكون حكمها هنا النصب فتحة بالتنوين. يا سائق نكرة مقصودة، أي أن المنادي ينادي سائقا محددا، فهنا النكرة المقصودة تبنى على ما ترفع به في محل نصب على النداء. يا سعد احذر، هنا المنادى علم مفرد، طبعا سعد هنا علم، وقلنا لماذا أضفنا مفرد؟ حتى نخرج المركب من الأعلام مثل عبد الرحمن وعبد العزيز وغيره، فعبد الرحمن هنا منادى، صحيح أنه علم ولكنه مضاف عبد، والرحمن هنا مضاف إليه. هذه هي أقسام المنادى. فصلنا الإعراب وقسمنا أن المنادى المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير مقصودة يكون حكمها النصب، أما النكرة المقصودة والعلم المفرد فيبنى على ما يرفع به في محل نصب على النداء، وبينا ماذا نقصد بيبنى على ما يرفع به، فالمفرد يرفع بالضمة، والمثنى يرفع بالألف، والجمع يرفع بجمع المذكر السالم يرفع بالواو، فنقول مبني على الضم أو الألف أو الواو في محل نصب
على النداء. هذا ملخص لدرس المنادى، أقسامه وحروفه وإعرابه. نبدأ بالتدريبات ومراجعة عامة على درس المنادى. عين المنادى فيما يلي ثم بين نوع المنادى. أيا خالد انتبه، أين المنادى هنا؟ بالتأكيد هو خالد. خالد هنا ما نوعه؟ ما رأيكم؟ خالد وفهد وعلي وسعد، هنا نقول علم مفرد، ولا بد أن نضيف كلمة مفرد حتى نخرج العلم المركب. في المثال الثاني، يا طالب اجتهد في دروسك، المنادى هنا ما وقع بعد حرف النداء وهو طالب. ما نوع المنادى هنا؟ طالب، لاحظ هنا مرفوع بالضم أو مبني على الضم، فهنا نقول أنه نكرة مقصودة. في المثال الآخر، يا عبد الرحمن اختر الصديق الوفي، المنادى ما وقع بعد حرف النداء وهو عبد الرحمن. عبد الرحمن هنا هو علم، ولكنه هنا يدخل ضمن ماذا؟ فيه تركيب إضافي، فعبد هنا مضاف والرحمن مضاف إليه. فما نوعه هنا؟ هل نقول أنه علم؟ صحيح أنه علم، ولكن هنا تركيب إضافي، فنقول أنه منادى مضاف. يا واعظا غيرك ابدأ بنفسك، المنادى هنا واعظا غيرك، فواعظا منادى، ما نوعه؟ هل هو نكرة مقصودة أم غير مقصودة أم مضاف أم ماذا؟ واعظا أضفنا له ما يتمم معناه، ولكن المنادى هنا جاء ماذا؟ وصفا مشتق، وقلت سابقا كيف نفرق بين المضاف والشبيه بالمضاف، أن الشبيه بالمضاف يأتي ماذا؟ منصوبا بالفتحة تنوينا، وما بعده لا يكون مضافا إليه، إذن هو شبيه بالمضاف. يا رجلا خذ بيدي، المنادى هنا هو رجلا، هنا المنادي لا ينادي شخصا محددا بعينه، وإنما بشكل عام، فيقول يا رجلا عندما يقف الأعمى على قارعة الطريق ويريد أن يعبر إلى الجهة الأخرى، هو لا يقصد شخصا معين، ولكن يا رجلا خذ بيدي، فهنا نكرة غير مقصودة. سؤال آخر، حول المنادى المضاف إلى منادى شبيه بالمضاف. يا رفيق المساكين حشرك الله معهم، هنا رفيق المساكين منادى مضاف، فرفيق هنا منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والمساكين مضاف إليه، نريد أن نحوله إلى شبيه بالمضاف. نقول ما التغيير الذي سيحدث عندما يحول إلى شبيه بالمضاف؟ يا رفيقا بالمساكين، لاحظ هنا رفيقا جاءت منصوب بالفتحة تنوينا، ثم بعد ذلك أضفنا حرف الجر للمضاف إليه سابقا، فأصبح اسم مجرور، وهنا تحول من المضاف إلى الشبيه بالمضاف، وهذا الفرق بين المضاف والشبيه بالمضاف. سؤال آخر، حول المنادى النكرة المقصودة إلى منادى نكرة غير مقصودة. يا مؤمن لا تعتمد على غير مولاك، هنا المنادي ينادي شخصا بعينه لا يعرف اسمه، ولكن يقول يا مؤمن مبني على الضم، نريد أن نوجه الخطاب إلى شخص غير محدد أو لمؤمن غير محدد، نريد أن نجعلها عامة، نريد أن نجعل النكرة عامة هنا، فنقول ماذا؟ النكرة الغير مقصودة ما حكمها الإعرابي؟ هو النصب. إذن نحول هنا علامة الإعراب إلى من الضمة إلى الفتحة، فنقول يا مؤمنا لا تعتمد على غير مولاك، فأصبح المعنى هنا موجه بشكل
عام وليس بشكل مخصوص، إذن هو نكرة غير مقصودة. صحح الخطأ في ضبط المنادى في الجمل التالية: يا راحم المستضعفين ارحمني. المنادى هنا راحم. ما رأيكم هنا؟ الخطأ هنا أين؟ الخطأ في الضبط بالشكل. ما نوع المنادى هنا؟ المستضعفين جاء مجرور مضاف إليه مجرور، إذن المنادى هنا مضاف. كيف نضبط المنادى المضاف بالشكل؟ هو يأتي منصوب أم مبني على الضم؟ المنادى المضاف يكون منصوبا، إذن الإجابة هي والصواب هو يا راحم المستضعفين ارحمني. فالراحم هنا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والمستضعفين هنا مضاف إليه. يا طالب العلم احرص على العلماء الثقات. المنادى هنا طالب. ما الخطأ هنا؟ طالب العلم. لاحظوا هنا طالب هو نكرة أضفنا له ما يتمم معناه. العلم هنا ليس مضافا إليه، وإنما هنا مضبوط بالشكل بالفتحة، إذن هو منصوب بالفتحة. فهنا هل هذا المنادى هو مضاف أم شبيه بالمضاف؟ بما أن العلم منصوب هنا، إذن طالب هنا العلم شبيه بالمضاف. كيف يكون ضبطه بالشكل هنا؟ الشبيه بالمضاف يكون منصوبا بالفتحة تنوينا، فنقول يا طالبا العلم. يا طالبا العلم هنا الإجابة صحيحة، والصواب أن يكون منصوبا بالفتحة تنوينا حتى يكون شبيها بالمضاف. أكمل إعراب ما تحته خط فيما يلي: يا مهندسون أتقنوا عملكم. هنا مهندسون منادى، ما حكمه الإعرابي؟ أولا نبين نوعه حتى نستطيع أن نعربه، فنقول مهندسون هنا جمع مذكر سالم علامة رفعه الواو، إذن هذا مرفوع مبني على ماذا؟ على الواو، إذن هو نكرة مقصودة. فنقول منادى ماذا؟ هل هو منصوب أم مبني؟ نقول هو مبني. وما علامة البناء؟ نذكركم بأن المنادى النكرة مقصودة يبنى على ما يرفع به، فهنا جاء مرفوعا بماذا؟ بالواو، لأنه جمع مذكر سالم في محل نصب على النداء. يا معلمي الناس الخير أبشروا بالفوز. هنا معلمي الناس، ركزوا معي هنا، معلمي الناس. منادى هنا معلمي، هل هو مبني أم منصوب؟ ما نوعه حتى نحدد الحكم الإعرابي؟ معلمي الناس، معلمي الناس هنا نقول منادى منصوب، وعلامة نصبه أضفنا له ما يتمم معناه، فنقول منادى منصوب. وما علامة نصبه؟ معلمين هنا منصوب وعلامة نصبه الياء، جمع المذكر السالم ينصب بالياء وتحذف النون للإضافة. يا معلمي الناس. حدد علامات بناء المنادى في الجمل التالية: يا شرطيان تعقبا الجنان. هنا شرطيان، ما علامة البناء؟ نحن قلنا أن المنادى النكرة المقصودة والعلم المفرد مبني. هنا شرطيان علامة بنائه ماذا؟ الألف. شرطيان نكرة مقصودة مبني على الألف في محل نصب على النداء. يا مهمل انتبه لنفسك. هنا يا مهمل انتبه لنفسك. مهمل ما علامة بنائه؟ قلنا أن المفرد علامة رفعه ماذا؟ هي الضمة، إذن مبني على الضم في محل نصب على النداء. يا موظفون أنجزوا عملكم. المنادى هنا موظفون، ما علامة بنائه؟
نقول جمع المذكر السالم يرفع بالواو، إذن هو مبني على الواو في محل نصب على النداء. حدد علامات نصب المنادى في الجمل التالية: المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير مقصودة حكمها الإعرابي، يجب نصبها. نأتي الآن هنا إلى المثال الأول: يا ذا العلم نفع الله بعلمك. ما علامة النصب هنا؟ يا ذا العلم، ذا تذكركم بمن هنا؟ ذو وذا، أبو وأخو وحمو وفو وذو، هي من الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. إذن هنا ذا منادى منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الألف، لأنه من الأسماء الخمسة. يا عبد العزيز أطع والديك. عبد العزيز منادى مضاف، ما علامة نصبه؟ فعبد هنا منادى منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ هل يعرب بالحركات الأصلية أم الفرعية؟ أم بالحروف؟ عبد العزيز، إذن علامة نصبه هي ماذا؟ الفتح. يا مخلفي الوعد، يا مخلفي الوعد احذرا النفاق، يا مخلفي الوعد احذرا النفاق. مخلفي هنا مثنى، والمثنى ينصب بماذا؟ بالتأكيد الياء هي علامة نصب المثنى. في الختام، تعلمنا اليوم واستخرجنا حروف النداء: الهمزة هو أي وأيا وهيا والياء، وبينا استعمالاتها. فالهمزة هو أي للقريب، وأيا وهيا للبعيد، ويا للقريب والبعيد. وكذلك أقسام المنادى: مضاف وشبيه بالمضاف، ونكرة غير مقصودة، ونكرة مقصودة، وعلم مفرد. وبينا الفرق بين المضاف والشبيه بالمضاف، والفرق بين النكرة المقصودة والغير مقصودة، والعلم المفرد. وبينا الحكم الإعرابي بأن المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة الغير مقصودة يجب نصبه على النداء، أما النكرة المقصودة والعلم المفرد فيبنى على ما يرفع به في محل نصب على النداء. وبينا ما معنى يبنى على ما يرفع به في محل نصب على النداء. في الختام، أشكر لكم حسن استماعكم. إلى أن نلتقي في درس قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.